كان 220 ألف كيلو جرام، مش 180 كيلو جرام. الحقيقة الاثنين، وأنا من ضمن الناس اللي بتكلم يعني بشتغل في لجنة المبيدات الزراعية في مصر، اللندين هو المبيد الوحيد حتى الآن الذي ثبت أن له تأثير سرطاني على الإنسان، وأدرك بواسطة منظمة العالمية أو المنظمة الدولية لفحوص السرطان ضمن القائمة واحد اللي هي المبيدات التي تسبب سرطان. ده في 2015 للمواد المختلفة، إنها تتمتع بثبات كيميائي يعني ثابتا لا تتغير كثيرا من الناحية الكيميائية. بنتميز بشدة الذوبان في الدهون وده بيضفي عليها حاجات كثيرة بعد كده، وأيضا بتتميز بالسمية المرتفعة وسهولة الانتقال في السلسلة الغذائية، يعني تنتقل في السلسلة الغذائية من المية والتربة للزراعة للكائنات الحية وبعدين على قمة ده الإنسان وبعض الطيور الشارحة. أيضا سهولة الانتقال مع مكونات البيئة، نجد هذه المركبات حاليا وعملنا تحاليل في مناطق اصلا ما فيهاش بشر، يعني لم يستخدم فيها هذه المركبات، وايضا ان حقها وده ميزه كبيره جدا تتميز بها هذه المواد كلها، انه حقها قد ينتج عنه او عاده ما ينتج عنه مواد اكثر سميه ونتبعها ايضا زي ما هنشوف بعد شويه الطيارة. يعني الدوله احد الاطراف او مجموعه من الاطراف، يعني ممكن مجموعه زي الاتحاد الاوروبي تقدم طلب للاتفاقيه ان احنا عايزين نضيف الماده الفلانيه اكس او واي او زد الى قوائم الاتفاقيه بتاعه ستوكهولم. طبعا بتقدم الطرف اللي بيقدم او مجموعه الاطراف اللي بتقدم هذا المقترح بتقدم دراسات تؤيد انه الماده دي ينطبق عليها الشروط الخمسه اللي هم بينطبقوا على المواد اللي بنسميها الملوثات العضويه الثابته، الثبات والتراكم في السلسله الغذائيه وشده السميه والكميه اللي هي بتتناول او تتداول بين الدول.